السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما مباشرة على راديو 36. ضيف اللي معنا اليوم ضيف كبير وعزيز علينا كاملين، سي حديدان، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك سيدي. صادفناك اليوم سي حديدان حيت الناس كيتسائلوا ما فهموا والو. تانا راه ما فاهم والو، تعيدتوا ليا وشرح ليا. انت درتي حديدان في المغرب، حديدان في كيليز، حديدان عند الفراعنة. يا سيدي أربعة الأجزاء، وإلا بغى الله ندير الجزء الخامس في الفضاء، وحديدان في المريخ كاع، فين كاين المشكل؟ إيوا المشكل اللي كاين السي حديدان، قلتي الفراعنة وداك الشيء، ما بانوا لينا حتى فراعنة في المسلسل، لقيتهم خارجين كونجي ولا شنو؟ وشناهما هذوك اللي خرجنا عندهم من الصندوق؟ ولاد البوعزاوي؟ إيوا هذوك اللي شفنا فراعنة دراوش، ما باينش عليهم التفرعين، حنا بغينا نشوفوا الفراعنة ديال بصح، نشوفوا مصر ديال بصح، أنتم صورتوا داك الشيء في تاوريرت وكتقولوا لينا الفراعنة. إيوا وأنت مالك؟ اش مشى عليك؟ حيت كنشوف الناس كيتسناو الفراعنة والاهرام ومصر، وانتم داكشي دايرينو غا في الدوار، كتقولوا لينا واد النيل ملي تفرجنا لقينا غا الساقية، والناس من قبل رمضان هما كيتسناو السي حديدان، ودابا بقى فيهم الحال. انا الناس كيعيطوا لي هنا في الراديو كيقولوا لي بانهم سناو الفراعنة بنتي لي مغنتا والمخنتر ونسيبتك، داكشي علاش استدعيناك؟ والناس راه عارفين حديدان تايلا ما لقاوش الفراعنة راه عادو مفعي الحديدان، راه كيتفاهموا الوضع ما تخافش. ايوا دابا معنا مكالمة، واحد بغى يهضر معاك، نشوفوا الرأي ديالو واش غادي يقول. الو السي حديدان. الو نعماس. والسي حديدان والله الا كتعجبني انا ومالي الدار، وديما متباك انت وولادك، كنموتو عليك السي حديدان والله العظيم. شكرا يا سيدي. لا لا خطيك. ولي الشرف نهضر معاك وما كرهناكش، دير لينا الجزء العاشر. والمهم اخي حديدان، واش مبروكه وانا عيطت غير باش نسول فيك، وسلم لي على اسحاق وداداس والفراعنة. شكرا يا سيدي مبلغ. ايوا انت تقول لي ما درناش فراعنة الناس وما عجبهمش داك الشيء، بان لي غنت اللي ما عجبكش. والصراحه ما خليتي لي ما نقول عندك شعبيه. راه خاصك تعرف انا راه عندي شعبيه اكثر من سعد مجرد، راك غير ما شايفنيش ضارب الكلاس. معنا مكالمه اخرى مباشره. الو تفضل سيدي. الو الو السي حديدان، معك لمياء من كندا. مشرفين على لا مرحبا. عرفتي والله لم تبعينك هنا من كندا، كنشعلوا التلفازه على قبلك، ما كرهناش نشوفوك في كاع القنوات. الله يحفظك يا لاله. شكرا. ايوا تبارك الله عليك. وإلا كان عندكم شي وقت جيو عندنا هنا وديروا شي جزء جديد حديدان في كندا. ان شاء الله، علاش لا اختي. ايوا والله الا عندك الحق، كنت غلط فيك. اجي علاش لي ما تدخلش للسياسه تستافد من هاد الناس اللي متبعينك؟ هذا هو الهدف ديالي العام الجاي، حيت عارف راسي الا ترشحت غادي نكتاسح. انا راه هاد القبول اللي عاطيني الله، الفراعنة شافوني وسلموا. والصراحه خاصك تستغل هاد الشعبيه اللي عندك وترشح، وانا الاول نصوت عليك. اللهم انت وعائلتك ولا هاد الحكومه. ان شاء الله نترشح ونسميها الحكومه عند الفراعنة. ايوا لا عاوتاني بغيتي تدخلهم لينا للبرلمان؟ ايوا اللهم الفراعنة ولا التماسيح. شكون التماسيح؟ هادو اللي عندنا دابا، عطينا غير الزيادة وقلت الشغل وبنوا الفيلات والمشاريع، ماشي راه أكثر من الفراعنة. والصراحة حديدان انت ديما عندك الحكمة، قنعتيني. راه الفرق اللي كاين، الفراعنة كانوا كيقتلوا بعضياتهم بالسلاح، وهادو كيقتلونا غير بالفقصة. تبارك الله عليك السي حديدان، وصلنا لنهاية الحلقة. شنو تبغي تقول الجمهور ديالك في كلمة أخيرة؟ كنبغي نقول لكم من هذا المنبر، إلا شفتوني ترشحت صوتوا عليا، أنا بعدا راه حديدان وكتعرفوني مزيان، إلا ما حسنتش الظروف على الأقل ما نحسنش هاد اللحية، والله يخلينا في صباغتنا.